حياكم الله مشاهدينا الكرام. ارتفعت مبيعات البنك المركزي في العراق من العملات الأجنبية بشكل طفيف الثلاثاء لتسجل أكثر من 196 مليون دولار. وذكر البنك المركزي أن مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية شهد ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 0.15 درجة لتصل إلى 196 مليون و376 ألف دولار. غطاه البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار واحد. قد ذهبت المشتريات البالغة 146 مليون و226 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، في حين ذهب المبلغ المتبقي بشكل نقدي. أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق أن حاجة البلاد من الغاز المصاحب لاستخراج النفط تصل إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب سنويا لتوليد الكهرباء. وقال عضو اللجنة غالب محمد إن وزارة النفط لم تستفد سابقا من الغاز المصاحب الموجود في الحقول النفطية، مبينا أن استثمار الغاز الطبيعي سيغني عن شرائه وبتكلفة أرخص بدلا من شراء الغاز والكهرباء من دول الجوار. هذا ويستورد العراق الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء بعدة محطات، لكن إيران خفضت كمية الغاز المصدر للعراق من 50 مليون متر مكعب يوميا إلى 20 مليون فقط مطلع العام الحالي بسبب مطالبتها بغداد بتسديد الديون المترتبة عليها. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي وربح الرأس المال السوقي بثلاثة مليارات و 300 ألف جنيه مصري ليصل المستوى إلى 659 مليار جنيه و 200 مليون. وصعد مؤشر إيجيكس 30 بنسبة 0.56 ليصل إلى مستوى 10359 نقطة، في حين ارتفع مؤشر إيجيكس 50 بنسبة 1.20 درجة ليصل إلى مستوى 2222 نقطة. وقفز مؤشر إيجيكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.76 ليصل إلى مستوى 12228 نقطة. وقد زاد مؤشر إيجيكس 30 العائد الكلي بنسبة 1.20 درجة ليصل إلى مستوى 4058 نقطة. أطلق بنك سوداني صندوقا استثماريا يعرض ما قال إنها أول صكوك خضراء في البلاد بهدف تمويل طاقة متجددة للاستخدام التجاري. وبحسب بنك الخرطوم فقد بلغت قيمة الصندوق 11 مليون و300 ألف دولار لتمويل إنتاج 55 ميجاوات من الساعة يوميا من الكهرباء لصناعات كالزراعة والتعدين. يواجه القطاع المصرفي في السودان إعادة تنظيم واسعة، بينما البلد في طور الخروج من عقود من عزلة وعقوبات اقتصادية. ارتفعت أسعار الذهب بأكبر قفزة شهرية لها منذ شهر تموز 2020 بعد تراجع للدولار. فقد سجل السعر الفوري للذهب في أواخر جلسة التداول 1908 دولارات تقريبا للأوقية الأونصة، مرتفعا بنسبة 0.13 درجة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.20 درجة في المئة، وتنهي الأسعار الفورية للذهب على مكاسب بحوالي 8%. ارتفعت أسعار النفط قبيل اجتماع لتحالف أوبك بلس بعد توقعات بارتفاع الطلب على الوقود في الشهور المقبلة، وبيانات صينية أظهرت زيادة نشاط المصانع بأسرع وتيرة هذا العام. فقد ارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي ب 1.20 درجة لتصل إلى أكثر من 70 دولار للبرميل، وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى دولار و29 سنتا لتستقر عند 67 دولارا للبرميل. نهاية أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.